السلام عليكم، ازيك يا ولاد؟ ايه الاخبار؟ اخر حاجه وقفنا عندها الحمد لله كانت الحمد لله تمام. الحمد لله. اخر حاجه وقفنا عندها كانت البتريفايد فوسلز، ومعنى البتريفايد يعني المتحجر. فمعنى ذلك ان بيكون عندي فوسلز، الفوسلز دي زي ما قلنا هي ستوري ذات تول باي سيدمنتري روكس. فالسيدمنتري روكس ازاي يحصل لها سوليديفيكيشن، او ازاي الفصل يحصل لها سوليديفيكيشن تصلب وتبقى بيتريفايد. دي بروسيس، عمليه اسمها بيتريفيكيشن بروسيس، اللي هي عمليه التحجر للليفنج اورجانيزم. طيب يبقى زي فوسلز ان نيد مينرالز ريبليس اورجانيك ماتر، وهي دي بقى العمليه بالظبط اللي بيحصل فيها، ان اي ماده سوري اي ليفنج اورجانيزم الجسم بتاعه بيتكون من اورجانيك ماتر، يعني مواد عضويه. المواد العضويه دي بارت باي بارت بيحصل له ريبليسنج باي مينرالز، يعني تطلع الاورجانيك ماتر يحل محلها مينرالز. طب المينرالز دي موجوده فين؟ موجوده في الصويل، موجوده في من الروكس، من الصخور اللي هي اتدفنت فيها. يبقى الاولد ليفنج اورجانيزم افتر ديث، بعد الوفاه، بعد ما بيموت، بارت باي بارت ليفنج ذا شيب وذاوت اني تشينج. يبقى بارت باي بارت كده بيحصل ريبليسنج، جزء يطلع من الاورجانيك ماتر وتدخل المينرالز تعمل له او تعمل مكانه او تكون مكانه او تعمل ريبليسنج. ليفنج ذا شيب وزود اني تشينج، وتسيب الشكل طبعا من غير اي تغير ممكن يحصل. البيتريفيكيشن بقى، عمليه البيتريفيكيشن اللي هي عمليه اسمها عمليه التحجر، معناها ايه؟ زي ما قلنا معناها ان الليفنج اورجانيزم بيسيب البارت باي بارت كده جزء بجزء من الاورجانيك ماتيريال بتاعته، ويتحول تماما الى روكس. روكس ميد فروم مينرالز، تمام؟ يبقى هي بروسيس اوف كونفرجن اوف ذا بارتس اوف ذا اولد ليفنج اورجانيزم تو روكي ماتيريالز. الاجزاء الحيه تتحول الى مواد صلبه. As a result of replacing the organic material of the organism with minerals part by part. جزء بجزء كده بيحصل له ايه؟ ريبليس. تمام؟ طيب ايه بقى اللي بيحصل مثلا في التوث اللي هي الاسنان بتاعت الديناصور؟ نفس الكلام، الديناصور بيموت، السنه بتاعته بتدفن معاه، بارت باي بارت يحصل ريبليسنج للاورجانيك ماتر باي انذر سبستانس اللي هو المينرالز، زي مثلا السيليكا او اي ماده تانية. يتكون عندي شكل نفس شكل التوت، نفس شكل السنه، ولكن دي مش سنه حقيقيه، دي عباره عن روكس واخده نفس الشيب بتاع السنه بالظبط. فده يبقى بيتريفايد ديناصور توت، او بيتريفايد ديناصور ايج، برضه نفس الكلام، بيضه الديناصور وضعها على الشاطئ، حط على الرمال مثلا، فبارت باي بارت حصل ريبليسنج للاورجانيك ماتر باي ايه؟ باي سيليكا او باي مينرالز، وابتدت ايه تكون لي شكل ايه؟ الايج. البيتريفايد وود نفس الفكره، خشب، شجره حيه تسقط على سطح الارض تدفن، بعد ما تدفن بارت باي بارت. الكلام ده طبعا يا اولاد بياخد مينرالز. المينرالز دي بتاخد مليونز اوف ييرز، ملايين السنين عشان تعمل ريبليسنج للاورجانيك ماتر. تمام، يبقى البيتريفايد وود هي اكزامبل على البيتريفيكيشن بروسيس اللي بيحصل فيها ان الفوسلز دي ار فورمد از ا ريزلت اوف ريبليسنج وود ماتيريال اوف تري. هي ماده الخشب، الاورجانيك ماتيريال بتاعت الخشب بتخرج ويحل محلها بارت باي بارت، giving us details about the life of all the living organisms. يبقى they are fossils which are formed as a result of replacing the wood material. تعمل replacing the wood material of tree with minerals part by part، جزء بجزء، giving us details، وتدينا معلومات about the life of all the living organisms أو an old plant، عن النبات القديم. بالخطوات كده، خطوة خطوة، إيه اللي بيحصل عشان الشجرة تتحول إلى بيتريفايد وود، إلى خشب متحجر؟ الستيم أو ترانك أند ترانك أوف ذا تري
that are more than 35 million year age، عمرها طبعا 35 مليون سنة، were buried in a certain environmental conditions. يعني دي أصلا حفرية وصلت لنا، فوصل وصلت لنا بعد تقريبا 35 مليون سنة. يعني اللي حصل ده كان قصة عمرها 35 مليون سنة. ان التري حصل لها بيرينج، اندفنت، ولكن اندفنت في certain environmental conditions، في عوامل معينة أدت إلى إن المينرالز تعمل ريبليسنج للود ماتيريال اللي هي الأورجانيك ماتيريال بارت باي بارت، وتتم عملية البتريفيكيشن بروسيس باي باسنج تايم. مع مرور الوقت طبعا ومرور السنين والأيام بيبقى كل الأورجانيك ماتيريالز حصل لها ريبليسنج باي سيليكا أو باي مينرالز، وفي الآخر في النهاية تكون لي شكل البتريفايد إيه؟ البتريفايد وود، اللي هو عبارة وصلت عن شكل خشب متحجر، شكلها شكل الخشب، ولكن هي عبارة في النهاية أصبحت كلها أصبحت إيه؟ روكس، أصبحت صخور. تمام؟ مستر يعني ما كانش فيه شجر وبعدين اتحولت لشجرة ولا ايه؟ مش فاهم. لا، دي عبارة عن شجرة اتحولت إلى روكس. اه تمام؟ روكس، بس الروكس دي تعتبر فوسيلز. ليه بنعتبرها فوسيلز؟ لأنها بتحمل ديتيلز، بتديني معلومات about the old living organism، لأنها واخدة نفس الشيب ونفس الشكل ونفس العمر ونفس كل حاجة بتاعت مين؟ الشجرة، فأصبحت بتحمل معلومات عن الشجرة فأصبحت فوسيل. تمام؟ تمام. يبقى الشجرة لما تدفن وتقعد ملايين السنين مدفونة ويحصل replacing part by part، جزء بجزء كده، هي conditions معينة لازم تحصل عشان تتكون البتريفايد فوسيلز دي، لازم conditions معينة تحصل وتقعد ملايين السنين عشان تتكون. البتريفايد وود ار كونسيدرد از فوسيلز although they looks like rocks. ده السؤال اللي انا كنت بقوله دلوقتي، هي عبارة عن صخور، هي عبارة عن روكس يا مستر. الروكس دي، الصخور دي اصبحت ليه بهذا الشكل؟ ليه بقت روكس؟ طبعا عشان حصل بتريفيكيشن بروسيس. طيب ليه بقى انت الروكس دي بتقول عليها انها فوسيلز؟ ليه بتعتبرها فوسيلز؟ قال لي انا بعتبرها فوسيلز because it give us the details about the life of an old living organism. لانها بتدينا فعلا يا مستر معلومات، ومدينا بمعلومات تعرفنا حياة الكائن الحي دي كان شكلها عامل ازاي. يعني مثلا بتعرفني البيئة اللي كان عايش فيها الشجرة، بتعرفني نوع الشجرة، بتعرفني عمر الشجرة، حاجات كتير جدا ممكن أعرفها من الفصيل. واضح يا ولاد؟ واضح يا أستاذ. تمام. The area of petrified fossils in Atomia is called the Wood Mountain. في منطقة في القاهرة اسمها منطقة القطامية. فيها جبل هناك اسمه جبل الخشب، بيقولوا عليه جبل الخشب. طب ليه سميناه بالاسم ده؟ قال لي عشان هو contains a petrified wood which looks like rocks. هي بتبقى شبه الروكس بالظبط. Looks right, looks like rocks. شبه الصخور تماما. يبقى the area of petrified fossils أو forests in Atamaya is called the wood mountain. بنقول عليها جبل الخشب because it contains a petrified wood which look like rocks. بتبقى similar to rocks بالظبط. شبيهة للروكس تماما. تمام. طيب ايه بقى اللي ممكن يحصل، او ايه هي الشروط اللي لازم تتوفر عشان تتكون عندي فوسيل من اللي انا قلته دلوقتي اللي هي التايبس او فوسيلز الاربعه؟ سواء كان كومبليت بودي فوسيل، او كان مولد فوسيل، او كان الكاست فوسيل، او كان بيتريفايد فوسيل. اي حاجه من الاربعه دول لما بتتكون لازم لها شروط. ايه بقى السويتابل كونديشنز اللي هي الشروط الواجب توافرها لتكوين الفصيل، البريزرفيشن اوف فوسيلز؟ ايه يا ترى؟ اول حاجه لازم يكون بريزنس اوف هارد سكيلتون اور اوف اورجانيزم، لازم في جزء هارد سكيلتون من الليفنج اورجانيزم. دي اول حاجه. تاني شرط ان البادي اوف ذا ليفنج اورجانيزم ماست بي بيرد immediately افتر ديث.
لازم جسم الكائن الحي ده يدفن بسرعة immediately يعني لحظيا after this بعد الوقت in a medium that preserves it from decomposition في مكان بيحفظ جسمه من التحلل. ده الشرط الثاني. الشرط الثالث the existence of suitable medium in which the mineral أو material of rocks replaces the organic material of the living organism. يبقى لازم يكون في وسط بيسمح بالتبادل ما بين المينرالز والأورجانيك سبستانس أو الأورجانيك ماتيريالز الموجودة فين؟ في البادي أوف ذا ليفينج أورجانيزم. بذا إكزيستنس أوف أ سويتابل ميديم إن ويتش ذا مينرال أو الماتيريال أوف روكس ريبليسز ذا أورجانيك ماتيريال أوف ذا ليفينج أورجانيزم. تمام؟ الإكزيستنس أوف سويتابل ميديم إن ويتش ذا مينرالز أو الماتيريالز أوف روكس ريبليسز ذا أورجانيك ماتيريال أوف ذا ليفينج أورجانيزم. تمام. تعالوا بقى نشوف what is the importance of fossils. أنا مشيت في الصحراء لقيت خمس أنواع أو ست أنواع من الفوسيلز. طبعا أنا يعني هستفيد منهم، هل في معلومات ممكن أطلع منها أو أستفيد بمعلومات من أنواع الفوسيلز المختلفة دي؟ طبعا. الفوسيلز بالنسبة لنا ولاد هي مخزن معلومات بتعرفنا حاجات كتير جدا عن الاولد ليفنج اورجانيزمز، تعرفنا عن قصه حياه الارض قبل كده قبل ما يكون الانسان موجود عليها، كان ايه اللي بيكون موجود عليها وايه اللي حصل فيها بالظبط، عرفنا حاجات كتير قوي حصلت. من الاكزامبلز الحاجات اللي انت تستفيد منها الفوسلز بتستفيد منها في ان انت تقدر تعمل ديترمينيشن للايج او ايج ديترمينيشن اوف سيدمنتري روكس. سيدمنتري روكس age determination of sedimentary rocks اللي هي الصخور الايه الرسوب ايه. تاني حاجه figuring out the value environment. figuring out the value environment يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني الاستدلال على البيئه القديمه، تقدر تستدل على البيئه القديمه. تمام، ده معنى كلمة فيجرنج اوت يعني الاستدلال يا ولاد. وباليو انفايرمنت، كلمة باليو انفايرمنت خلي بالك دي اسمها البيئة القديمة، يعني زمان كان في ايه؟ كانت البيئة شكلها عامل ازاي؟ هو ده اللي احنا بنقدر نعرفه. طيب ثالث حاجة ستادي ذا لايف ايفوليوشن. لا ده دي بقى حاجة جميلة جدا انك تقدر تعرف ايه التطور اللي حصل للكائنات الحية. ايه شكل الكائن الحي قبل كده كان شكله ايه؟ كان شكله عامل ازاي؟ ثانية واحدة يا ولاد، خليكم معايا ثانية واحدة. تمام سوري يا ابني. اخر حاجه بقى بنقدر نحددها البتروليوم اكسبلوريشن، يعني كمان بنعرف اماكن يكون فيها بترول باستخدام برضو الفوسيلز. تمام، يبقى احنا نقدر نعمل ايج ديترمينيشن اوف سيدمنتري روكس، نقدر نحدد يا مستر عمر الصخور. يعني لو قلت لك مثلا صخره عمرها مليون سنه، عمرها 2 مليون سنه، تقدر تحددها عادي. الفيجرنج اوت اوف فاليو انفايرمنت، تعرف برضو
البيئة القديمة اللي كان عايش الكائن الحي فيها كانت بيئة بحرية، بيئة استوائية، بيئة شكلها عامل ازاي؟ دي برضه تقدر تعرف. Study the life evolution، تطور الحياة، شكل الكائن الحي كان ايه الأول واتطور بقى شكله ايه؟ وأخيرا البتروليوم exploration يعني اكتشاف ايه البترول. طيب نعرف الأول age determination of sedimentary rocks. يعني ايه يا مستر؟ قال الساينتست لاحظوا حاجة مهمة جدا، ايه هي؟ ان اللور لايرز اوف سيدمنتري روكس اللي هي الاماكن اللي هي ايه العمق تحت الطبقات السفلى دايما الفوسلز اللي فيها ريلاتيف تو ايج جريتر ذان ذات اوف فوسلز اوف ذا ابر لايرز. ده الطبيعي، يعني انت لو لقيت حفريه في المكان ده كده اهي اكيد دي عمرها اقصر من عمر دي عمرها اطول، ودي عمرها اطول شويه او اقصر شويه، ودي عمرها اقصر خالص، وهكذا. يعني كل ما تنزل لتحت اكتر وتلاقي فوسلز مدفونة في طبقات أقل، كل ما تلاقي عمرها أكبر. صح ولا إيه يا ولاد؟ يبقى ده الطبيعي. تمام، فقالوا بقى إن إحنا نعمل إيه؟ قالوا إن كل فوسل نلاقيها في طبقة معينة وليها مواصفات معينة هنسميها إندكس فوسل. ليها أو نسميها إندكس فوسل. يبقى إيه هي الإندكس؟ قال لي إندكس يعني مرشد، دليل. الحفريه دي اسمها حفريه داله او حفريه مرشده. بتبقى ايه الاندكس فوسل دي؟ They are fossils of organisms that had lived for a short period of time in the past and had a wide geographical range distribution then become extinct. بمعنى ايه الكلام ده؟ معناها انها حفريه عاشت لفتره زمنيه قصيره. يعني عاشت قد 100 سنه ولا حاجه. وبعدين حصل لها وايد جيوغرافيكال رينج ديستريبيوشن، انتشرت بانتشار رهيب جدا على مساحات واسعه جدا من الارض. وبعدين حصل لها اكستنكشن، انقرضت. لو انا لقيت حفريه بتدل على كائن حي بالفعل كده كان عاش لفتره قصيره ثم انتشر انتشار واسع ثم انقرض، يبقى الحفريه دي او الفوسل دي بقول عليها اسمها اندكس فوسل. طيب والاندكس فوسل دي بتدل على ايه؟ قال لي لا، دي تدل بقى على الحقبه الزمنيه اللي كان بيعيش فيها الليفنج اورجانيزم. يعني مثلا دي تدل على انه كان بيعيش من 1000 سنه. لو لقيت دي يبقى دي بيعيش من مليون سنه. دي لو لقيتها يبقى دي الفتره بتاعت 2 مليون سنه، وهكذا. يبقى حطينا لنفسنا كده زي اندكس بنعرف بس منه عمر الايه؟ عمر الكائنات الحيه بدليل بعامل معين اللي هو مين؟ الاندكس فوسل. تمام؟ يبقى انت مثلا نشوف حفريه نقول عمر الحفريه دي مثلا 2 مليون سنه، ليه؟ عشان لقينا في نفس المكان حفريه مرشده نوعها كذا، يبقى عمرها من عمر دي. نعم يا يعني احنا مستر كل ما بننزل اكتر بنرجع للزمن، بنرجع بالزمن لورا اكتر. ايوه تمام، بتلاقي عندك حفريات موجوده عمرها اطول من عمر الحفريات الموجوده فين؟ على الطبقه دي. طبعا ليه كده؟ لان في الارض طول ما انت ساكن عليها او عايش عليها كل ما بيحصل عوامل اسمها عوامل التعريه او الايروجن اللي بيحصل، فبيخلي الصخور بتتفتت او بيحصل لها ريموف موشن فروم وان بليس تو انذر بليس، تتحرك عن طريق بقى الرياح، عن طريق الميه، عن اي طريق تاني. تمام كده؟ تمام. نشوف بقى الاندكس اوف فوسلز دي انديكيت ذا ايج اوف سيدمنتري روكس اكزيست ان ذا ان ذم. يعني دايما الاندكس فوسل هي الدليل اللي بيعرفني عمر بقى الصخور اللي موجوده فيها، لان المفروض عمر الصخور من عمر الرسل، من عمر مين؟ من عمر الحفريه اللي موجوده فيها. يعني لقيت مثلا جبل بيحتوي على حفريه معينه، وليكن مثلا حفريه اسمها الامونايت او التريلوبايت، لقيت حفريه من الامونايت مثلا، يبقى المفروض هنا الامونايت المفروض من الاندكس فوسل وعمرها بيساوي 3000 مليون سنه أو 300 مليون سنة، يبقى أكيد عمر الصخور دي 300 مليون سنة. تمام؟ وهكذا. يبقى الإندكس فوسل indicates the age of sedimentary rock that exists in them because the age of rocks is the same age of fossils that exist in them.
لان يعني عمر الصخور من عمر الحفريه المدفونه فيها، والحفريه دي عمرها ما مش طويل قوي، ده هي خدت فتره زمنيه قصيره، ما خدتش فتره زمنيه كبيره ولا حاجه. يعني احنا قلنا ان الشرط طبعا ان هما الاثنين يكونوا ايه، او الاندكس فصل للشرط انها تكون وايد جيوغرافيكال ديستريبيوشن، يعني انتشرت انتشار جغرافي واسع، ولكن فور شورت بيريد اوف تايم، لازم تكون فتره زمنيه قصيره عشان ما تاثرش طبعا على ما يبقاش في فجوه في العمر. طيب تاني حاجه الفيجرنج اوت اوف باليو انفايرمنت، يعني تقدر انت باستخدام الفوسلز تعرف طبيعه البيئه في الزمن القديم كان شكلها عامل ازاي. الفوسلز give us an idea about the environment in which they lived during the old geologic age اللي هو therefore they indicate the climatic of this age. يعني ال environment البيئة نفسها بتعرف البيئة اللي كان عايش فيها ال living organism دي كان شكلها. مثلا ك example النيومولايتس. النيومولايتس فوسلز دي it's found in the limestone rocks of المقطم مونتين. جينا نحفر في المقطم، جبل المقطم، لقينا من النيمولايت فوسلز دي كتير قوي موجوده في لايمستون روكس، صخور اسمها صخور اللايمستون في جبل اسمه جبل المقطم، ودي انديكيت ذات ذيس اريا ووز ا سي فلور مور ذان 35 مليون يير اجو. طبعا ده بقى دليل 100% بان جبل المقطم كان عباره عن سطح بحر، سطح بحر البحر من قد ايه؟ من 35 مليون سنة، 35 مليون يير منذ 35 مليون سنة. But they are found in the limestone rocks في المقطم ماونتين and they indicate that this area was a sea of floor more than 35 مليون يير ago. ده دليل انهم من 35 مليون سنة كان عبارة عن سطح بحر. يبقى انا كده عرفت ان المقطم كان سطح بحر من 35 مليون سنه بسبب وجود النيمولايت. الفيرنس فوسلز بقى، الفيرنس فوسلز they are or they indicate that the environment where they lived was a hot and rainy tropical environment. They indicate that the environment where they lived was a hot and rainy tropical environment. يعني عباره عن منطقه استوائية tropical environment وريني يعني ممطرة، ريني tropical environment منطقة ممطرة مطيرة، وtropical environment يعني بمعنى إنها منطقة استوائية. طيب ثالث حاجة coral fossils. coral fossils يعني نوع من أنواع الحفريات اللي هي الكورال، اللي هو المرجان. دي لقيناها موجودة في مناطق معينة، يبقى أكيد المنطقة دي منطقة كان بيعيش فيها الكورال اللي بيحب يعيش في بيئة شكلها عامل إزاي. الانفايرومنت هنا كانت عبارة عن وورم شالو سي، يعني بحر ضحل دافئ، وورم شالو سيز، لأن المفروض إنها بتعيش على الأماكن الضحلة اللي هي المياه الضحلة. ثانية واحدة.
السلام عليكم، ازيك يا ولدي؟ الاخبار؟ الحمد لله. وعليكم السلام. الحمد لله. طب معلش يا ولاد، معلش هستأذنكم، نكمل حصة في وقت تاني ان شاء الله. معلش حصل حاجة فمش هعرف نكمل، مثلا نكملها ان شاء الله المرة الجاية. بتقول ايه يا حبيبي؟ برفض الله 10 دقايق بس، يعني مش كتير. معلش والله يا سيدي، نكملهم الحصة الجاية ان شاء الله. خلاص تمام، ماشي يا مستر، معلش، ولا يهمك يا مستر. شكرا يا حبيبي، مثلا سلام، مع السلامة.